موضوعنا اليوم هو قاذف المنجنيق الأوتوماتيكي، وأعني بكلمة أوتوماتيكي إنه بمجرد إنه نشغل الجهاز وبروحه يسحب العمود الشافت هذا، وبعدين يستعد للإطلاق بمجرد إن يضغط الزر يطلق ويرد أوتوماتيكيا. لاحظوا الطريقة. الحين قاعد يفتح الحبل استعدادا من للإطلاق. خل أحط لي أي قطعة، هذه مثلا، تمام، بالشكل هذا، تمام. إذن هذا هو قاذف المنجنيق الأوتوماتيكي. الحين راح نتكلم عن تفاصيل صناعته وطريقة برمجته. زين، أول نقطة، خل أفتحها، تمام. أول نقطة وأهم نقطة هي الجير بوكس. الجير بوكس هو اللي قاعد يساعدني في إرجاع القطعة هذه، يسحب الحبل هذا عشان يرده الى الخلف. الجير بوكس بكل بساطة عندك الموتور موصول في سمول جير، موصول في اللارج جير، اللارج جير موصول في ميديوم جير، الميديوم جير موصول في اللارج جير، اللارج جير موصول في الجايد ويل من الجهة الثانية من القطعة. لاحظوا الجايد ويل هني موصول، الجايد ويل مربوط في، لاحظوا انا فتحت الجايد ويل مفتوح وحطيت الخيط داخله وبعدين سكرته وركبت عليه الويل الصغير هذا علشان احط عليه ورقة الانكودر. الانكودر شنو مهمته؟ وهذا الاي ار، مهمة الانكودر انه يحسب لي عدد اللفات عشان ما توصل هذه لمسافة كبيرة، ولما يفتح الخيط يفتحه بمسافة محددة عشان العب بالمسافة اللي هني. طبعا الانكودر هذا استخدمت فاريبلز فيه وفانكشن. الفاريبل فيها شغلتين، الشغلة الاولى انه يقرأ، تمام، فاريبل يقرا الاي ار، والشغله الثانيه كاونتر انه يعد عدد النيجاتيف ايدجز اللي هني، نيجاتيف ايدج اللي هني، تمام. كل ما يحس في قراءه اقل من 1023 يحسب لي الكاونتر، يحسب لي واحد. كل ما تصير قراءه اقل من 1023 يحسب لي القراءه واحد، تمام، بهذا الشكل. ايضا من الشغلات الاساسيه الموجوده عندي في المشروع اللي هو السير، تمام. السير في نقطة مهمة، لما يفتح المنجنيق من الغلط انه يحذف بزاوية 90، لازم يحذف بزاوية تكون حادة نوعا ما، سبب عشان ينطلق المقذوف بالشكل هذا، وهذه الحركة الفيزيائية. علشان اوصل للحد هذا حطيت القطعة هذه هي الحمراء علشان تصطدم بالقطعة الخضراء هذه وتمنعها في زاوية معينة. لاحظوا مرة ثانية، خل افتحها، تمام، اعمل ريسيت له. لاحظوا الطريقه، الحين لما افتحه، الحين لما يسحبه هني، لاحظوا الانطلاقه الحين عندي اللي صده اللي هو القطعه الحمراء. ايضا في موضوع السير اللي عندي من المهم ان السير عشان ما يفلت، اللي طلعت لما طلعته من هني وصلته في الجهه هذه، وهذا وصلت كروس، عكست الكروس عشان احرص انه ما يفتح معي. هذا هو المشروع، وطبعا وصل مسافات حيل كبيره. انا ودي اذا عندي بعض القطع اللي اقدر اراويكم اياها، مثلا ركبت هذا بالشكل هذا، شوفوا المسافه، وحطيت لي تارجت هني، وصار لنا فتره نلعب بالموضوع هذا، تمام. قطعه ثقيله نوعا ما عشان تشوف شلون يحذفها. تيست نمبر 2، تيست نمبر 3، تيست نمبر 4، تيست نمبر 5، تيست نمبر 6، طبعا واضح ان الاصابة صعبة. الحين حطيت الشاحن عندي، يا بابا شكلي بطق بيدي وخلاص. برنامج باختصار، البرنامج يبدي ان سيرفو زيرو، بعدين ديلي بسيط، بعدين يبدي المحرك انه يتحرك، بعدين في عندي ريبيت.
الريبيت هذه فكرتها ان فيها فانكشن، تمام؟ الفانكشن هذه قاعد ايش تسوي؟ لاحظوا الفانكشن عندي الاي ار اللي هو موصول في الانالوج، يقرا في البدايه يقرا الاي ار اللي هو رقم الانالوج، اذا كان هذا اقل من 950 معناها حاش الاسود، يطبع لي بالديبج فورورد، بس هذه ما تحتاجون انتم تضيفونها، انا حاطها عشان هذا. ولكن كل مره يصير يحوش فيها اللون الاسود معناها الاسود هذا يزيد لي واحد، تمام؟ انا الهدف مالي ان يحوش الاسود 3 مرات فقط، يعني تدور العجله 3 مرات، يدور الروتيشن هذه تصير 3 مرات. فعشان كذا انا قلتها اصغر من 2 لان تبدي 0 1 و2، 0 1 و2 هنا، فيعطيني 3 دورات. اذا وصل 3 دورات يوقف الموتور ويصفر الكاونت اللي هو قاعد يزيد عندي بالشكل هذا، هذا هو هذا. وبعدين طبعا يسوي بريك، اول ما يعمل بريك يطلع من اللوب هذه الى اللوب الثانيه اللي هي فيها السيرفو انه يقفل يسكر على الشافت لما نزل. طبعا هذا الشافت، عمليه الشافت قاعد ينزل، كل هذا عمليه الشافت قاعد ينزل، يسكر عليه يبدي يلف العكس، وبنفس الحركه عندي ريبيت، تمام؟ على طول. ولكن هالمره لاحظوا سوري الموتر راح يلف العكس ويبدي نفس الطريقه، يعد 3 مرات. اول ما يوصل الى 3 لفات شو يسوي؟ يعطيني الكاونت يساوي 0، ويوقف الموتر ويعطيني الكاونت يساوي 0 بالشكل هذا، نفس الفانكشن اللي فوقها بالضبط، متشابهتين، تمام؟ بعدين عقب ما يسوي بريك طبعا من هذه يروح لوين؟ يروح للوب الثالثه اللي هي الاخيره اللي فيها الزر، ينتظر مني الزر. اول ما اضغط الزر شو يسوي؟ يطلع من اللوب هذه ويبدي البرنامج من جديد، اللي هو شو يصير فيه؟ اللي هو انه يطلق، يفتح السيرفو فينطلق الاوبجكت، ينطر شويه بعدين يرد يسحبه مره ثانيه، يبدا العمليه من جديد، يسحبه مره ثانيه، يعد 3 لفات هني، بعدين يقفل، بعدين يدور العكس، بعدين يدور العكس لمده، يعد 3 لفات عكسيه هالمره، تمام؟ وبعدين ينتظر الزر مني، اول ما اضغط الزر يعيد مره ثانيه يفتح. هذا البرنامج كله كامل بشكل عام.